فرقة فرح صافيتا وبالتعاون مع قصر الثقافة في صافيتا قدمت أمسية موسيقية وشعرية حملت اسم همسات صفطلية على خشبة المركز الثقافي بالمدينة وسط حضور مميز. الفرقة هي ابتدت من 10 سنين، فرقة أطفال، وصلنا إلى هيدا اليوم. قررنا أنه يكون معنا كادر من المحترفين الكبار بالعمر. العمل اليوم هو قصائد صفطلية من ألحاني. فكرت أنه ممكن نحن نشق طريق جديد بالمنطقة ونحول صافيتا لمدينة إنتاج فني على جميع الأصعدة، تلحين، قصائد، أداء، توزيع، هارموني. الفرقة قدمت باقة منوعة من القصائد الشعرية من تلحين وأداء هواة الفن من أبناء المدينة. شيء إيجابي وبادرة حلوة، وهو هاي الحاجة الحقيقية اليوم أنه نبرز ثقافة الحياة، ثقافة التنوع إن صح التعبير، على أمل ورجاء أنه تكون هاي مثل ما بقولوا البادرة يعني مشجع لبوادر أخرى، ونشوف من هالأجيال الحلوة الجديدة عم تنمى على ثقافة الحياة والأمل والرجاء والسلام. حلوة حلوة كتير، أهل صافيتا بيحبوا الفرح والطمأنينة وفي الفن، وفي نجوم حلوين كتير وصاعدين، بتمنى لهم التوفيق يا رب. بادرة مهمة للغاية، ولا سيما استثمار المواهب الموجودة في المنطقة وهي كثيرة ومتنوعة، والاستفادة من النصوص وتلحينها ومن الأصوات المتميزة أيضا وتقديمها للجمهور. شيء كتير حلو وأنا بحب الموسيقى كتير. تراث ينشر عبر الكلمات والموسيقى، وتفوح منه همسات في أرجاء المكان لتعزف على أوتار القلوب وتأخذ السامعين إلى عالم النقاء والمتعة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.